محمد فؤاد والسفري يلعب الكرة عرضية، وصلت الكرة والكرة وصلت لجدة دربكة بمنطقة الجزاء والكرة تتصوب، جول جول جول، الله محمد فؤاد يسجل، الله الله الله، فؤاد يبدأ التسجيل لجدة، لا يريدون الهبوط والشبح، يريدون الابتعاد عنه بكل تأكيد. فؤاد 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 سجل الهدف الأول، ماذا حصل في اللقطة الماضية الدربكة الماضية؟ هنا نظرات أيضا من دينيس سجان على تلقي فريقه الهدف الأول، الكرة بالمرمى، فؤاد فؤاد يسجل، المصري محمد فؤاد، هنا العرضية، لاحظ الراسية، هنا وصلت الكرة، فؤاد أيضا سقوط نيلسون فرناندو، بعد ذلك الكرة أكملها فؤاد، أكملها فؤاد، سعيد بعطية حاول من خلال اللقطة الأولى، لكن فؤاد بقدمه اليمنى حول الكرة بمرمى الجبلين لتعلن أول الأهداف لهذه المواجهة، لهذا اللقاء، بعطية يسجل بالنسبة لمحمد فؤاد، بعطية حاول وفؤاد سجل أيضا في الجولات أو في هذه الجولة، الله على التمريرة، وصلت الكرة، الله 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 الله، يا سلام، رضا بن سايح، الكرة وصلت لماذا؟ وصلت الكرة لتسلل حكم اللقاء يشير لذلك، ربما حلو التمريرة لو اكتملت التسلل يؤجل الفرحة ربما، يؤجل الفرحة ربما ولا يلغيها. رضا بن سايح، هذا بلاتا، هذا بلاتا، نعم وصلت الكرة لرضا بن سايح، ولقطة أيضا لقطة صعبة بالنسبة لرضا بن سايح أيضا في الفرصة الماضية، هل كان يتواجد في مصيدة التسلل رضا بن سايح؟ على كل لقطة جميلة، تمريرة مميزة، يا دينيس سجان، دينيس سجان الفئار، نعم يؤكد التسلل في اللقطة الماضية، خالد الطريس يؤكد الأوفسايد في اللقطة الماضية، بعد العودة لمشاهدة اللقطة من جانب الفئار ولم يستدعي حكم اللقاء